السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. بقول لك بمناسبة هنا، لو واحدة أرملة جزائرية عندها مثلا 45 سنة كانت متجوزة واحد قريب، هي جزائرية وعاشت في مصر، يعني كانت عاشت في مصر واتجوزته، فهو توفى بعد الزواج بسنة. حاليا اتعرض عليها جواز تاني من وهي محتاجة تتجوز، يعني طلبت إن هي تتجوز، فهو عنده 55 سنة وعايز يتجوزها، بس السفارة الجزائرية منع الجواز حاليا. فهو بيقول لها هنكتب ورثي، إيه رأي حضرتك؟ لها ولي؟ الوالي في الجزائر. ممكن الولي يزوجها في الهاتف؟ طب ينفع هي ما تعرفش الوالي؟ لا يجوز. وهل لو اتجوزته أصبح زنا ولا كبيرة مثلا؟ ولا تعيش في الحرام، لا نكاح إلا بولي. لكن لازم إذا تتجوزه تتجوز عن طريق الوالي ده. نعم، لا نكاح إلا بولي. ايه، لكن الشهود والمهر. والمهر لكن مفيش عقد عادي لحد مثلا ما يكتبوا العقد لما السفارة تشتغل. ما لازم في عقد، بس مش هيوثق بس. بالظبط، في عقد تصيغه بس، يكون في ولي يا حبيبي، يكون في ولي. تمام. سلام عليكم.